أقيم في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين برعاية منظمة الهجرة الدولية وبحضور عدد من المسؤولين والأدباء والمثقفين بازار عشتار للمواهب النسوية لدعم رائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة. شاركت به مجموعة من نساء القضاء وضم فقرات أخرى منها الشعر وعرض أفلام قصيرة لماضي القضاء كأحد خطوات تعزيز السلم المجتمعي ودعم النساء في صناعة السلامة. حضرنا هذا اليوم المهرجان الذي قامته منظمة الاي او ام للهجرة مكتب الشرقاط. هذا المركز التسوقي مركز عشتار المواهب النسوية، اللي من شأن هذا المركز إظهار بعض المواهب النسوية اللي تدعم اقتصاديا العائلة العراقية. الحقيقة هذا العمل الرائع، مشكورة جهودهم. مثل ما ذكرنا أنه ممكن أن تظهر هذه المواهب على الساحة. الحقيقة مشاركة المرأة العراقية في هكذا مهرجانات موضوع يدعو إلى الفرح ويدعو إلى السرور، أيضا يدعم السلم الأسري والسلم المجتمعي، ونحن كشرطة مجتمعية نكون داعمين لهذا التوجه، توجه العائلة العراقية إلى الاعتماد على مواهب النساء داخل العائلة العراقية. احنا دائما ندعم دور المرأة داخل الشرقاط كونه مجتمع عشاري مثل ما معترف به، ولكن احنا اليوم المهن اللي بالشرقاط مهن نفتخر بها انه تكون داخل قضاء محترم، رغم انه احنا عندنا كل التفاصيل. اتمنى ان المنظمات تدعمنا بهذا البازار، كون منظمه يعني الاي او ام ما قصرت، وقبلها هم كان عندنا بازار ثاني هم كان ناجح، وكل الفئات العمريه كانوا مشاركين. حضرنا اليوم بازار المواهب اللي تخص النساء، حقيقه اليوم تفاجئنا بهيك بازار، بهيك مواهب شرقاطيه حلوه، بهيك نساء، عندنا نساء شاطرات، نساء يعني مواهب جميله جدا. نهني هذا النساء الشاطرات، يعني اليوم المواهب جميله جدا، قاعد نشوف المواهب اعمال يدويه، كيك، جميع المواهب تطريز. فنتمنى من جميع المنظمات دعم هذا الشريحه المظلومه. ندائي الى جميع الدوائر الحكوميه، المنظمات المحليه، ان تدعم هذا الشريحه الاكثر من رائعه. فكره حلوه في قضاء الشرقاط، وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل وطلع المواهب اللي كانت مدفونه طبعا بهذا القضاء. والحمد لله والشكر قدرنا نوصل المواهب هذه، نوصل فكره حلوه لباقي المحافظات انه الشرقاط شيء حلو بمواهب وبافكار وبمبدعين، والحمد لله والشكر على هذا الشيء. تفاجئنا بهذا الحضور، وتفاجئنا بهاي المهارات اللي تملكها النساء، وهذا أكبر دليل أنه المرأة تقدر تقود، تقدر تشتغل من بيتها، يعني مو شرط اللي تطلع تدور عمل، ممكن من بيتها من خلال الترويج. فحنشكر منظمة الهجرة الدولية، ونشكر أنتم كإعلاميين دوركم بصراحة جهود كبيرة، جهود راقية جدا، وندعم أيضا النساء أنها تستمر بهذا المجال. اليوم اجينا البازار عشتار للمواهب النسوية، اتمنى من العوائل والناس اللي جاي تشوف تدعم هذه المواهب النسوية. اليوم فرحانين بهذا التجمع، وشرقاطنا بادي يتطور يوم عن يوم، واتمنى من كل الناس تدعم المواهب النسوية المظلومة. حقيقة احنا شفنا مواهب كثيرة بهذا المهرجان وبهذا البازار، وباعتبارنا احنا منظمة تهتم بشؤون المرأة ندعم هذا العمل وهذا الاتجاه. صراحه انا كمصممه ازياء حاضره بازارات هوايه وحاضره مهرجانات هوايه، بس اول مره يعني احضر بقضاء الشرقاط. اكو مواهب كلش حلوه وممتازه، يعني اول مره نشاهد هيك مواهب قضاء الشرقاط. اوجه رساله لكل بنيه عندها موهبه انه تطلع موهبتها للناس وتظهرها وتبدع بمجالها اللي هي بيه وتطور نفسها.